صباحنا وصباح الملك لله وصباح الخير يا عرب ويا مسلمين وكل إنسان يعني موجود في هذه الكرة الأرضية، والحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. واليوم عندي هذا السيف والبيكاكس والأكسي، جمعتها كلهم في هذا الأسبوع، وعندي 50 دايم حقتي. واليوم عندي مفاجأة، واللي هي نفسي ولكل الناس اللي بيعرفون أني تعذبت علشان أجيب هذه وأجيب هذا البيكاكس السيف، وعلشان أجمع لي هذه الخمسين دايموند. يعني واليوم والبارح سمعت لي، يعني اليوم في الصباح مع الفجر سمعت لي أنه في بيت جديد صار في المدينة، واللي ببيعه المتجر اللي بشتري منه كل يوم أشيائي وبيبيعه بخمسين دايموند للمفتاح. واليوم لازم اروح عندهم، هذا هو البيت، وكيف ما تشوفون هذا هو البيت. وكان عندي بيت خشبي، واليوم ان شاء الله بيصير عندي بيت دايموند وسيف دايموند وبيكاكس دايموند واكس دايموند كمان ان شاء الله يا رب. واليوم هذه 50 دايموند بحطها في هذا المكان، وباخذ لي المفتاح حق بيتي. ولازم اول شيء اروح انه بفرح لي شوي في مكاني، لازم اول شيء املي لي المويه حقتي، واروح انقل لي كل شيء لهذا البيت الجديد ان شاء الله. فيب لازم اشرب اول شيء مويتي، بسم الله الحمد لله، بشرب لي مويتي كمان وباخذ لي كل شيء هذا حقي. ما ادري ليش حاط هذا السيف الخشبي هنا في هذا المكان، لازم اكون رميته. ارمي ارمي، ما بدي اياه. اوكي، وبودي معي هذا الخشب وهذا الورد والابل وكل الموية حقتي، كل شيء عندي في هذا الشست. بودي معاي سريري ولا لا؟ لا ما لا، بوديه هذا، صبر معاي هذا السرير، فبوديه كمان وبخليه في الشست ولا شيء، ولا لا بحطه بس بدل لهم سريري، هم سريري لانه هذا السرير اللي عاش معاي الايام كلها. اوكي، والحين كيف تشوفون هذه دخلة حقت البيت. اوكي، وبحط مفتاح هنا ويفتح، والله انفتح. خد المفتاح. اوكي، بدخل هنا، بخلي هنا المفتاح هذا المكان. اوكي، بحط له هنا في هذا المكان، هنا في هذا المكان زي كذا. والله اني كثير فرحان بالفرحة، ما اقدر اتكلم، ولا بالفرحة ما اقدر اتكلم، وش اسوي؟ اوكي، بس لهم هذا السرير حقهم هنا، وبحط حقي وبسوي له زي كذا. وهذا السرير ما بدي اياه، برميه هنا في هذا المكان. اوكي، برميه ولا بوديه لهم ولا شيء؟ لا برميه ما بدي اياه، يعني ممكن يكون قديم. واليوم كمان شنو بسوي؟ والله ما عندي ولا شيء اسوي، يمكن بروح اقتل لي خنازير ولا شيء عشان اجمع لي دايموند كثير، علشان بدي اشتري لي دروع الايام المقبله ان شاء الله يا رب. ان شاء الله اقدر اشتريه يا رب. والله انا كثير صار من الايام اللي ما قدرت اني اللي قدرت اني اشتري فيها هذه، وما قدرت اني قدرت اني اشتري فيها السيف والبيكاكس والاكس، لكن ما قدرت اني اشتري يعني بس ارتاح لي، بس راحة ما قدرت ارتاحها. اوكي، بجمع لي شوي اكل كمان حقي، وان شاء الله بجي لهذا البيت حقي وبتمتع فيه. لازم اجيب لي تلفزيون، والله شو رايكم؟ لازم اجيب لي تلفزيون ضروري، تلفزيون ضروري علشان اجيبه. اوكي، تدري شنو، بروح اكسر شوية خشب علشان ابيعه لهذا المحل، لانه ستاك خشب يعطونك 10 دايموند علشان اجيب لي دروع حقتي الايام الجاية ان شاء الله يا رب. اوكي، كسر 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 كسر، لازم اجمع لي ستاك. جمعت؟ اوكي جمعت. اوكي، ولازم الحين اروح لي لهذا المكان حقي علشان افتح لي هذا الباب واحط لي ستاك حق الخشب. وكم يعطوني؟ 10 دايموند. لا تعالي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وبخرج لي من هذا المكان علشان اروح لمكاني. وكمان لازم اهدم لي بيتي، لانه يعني علشان يعرفون انه ما يعني غيرت مكاني ولا رحت، علشان يعرفوني انا صار عندي هذاك البيت، فلازم اهدم لي بيتي كله كمان وارجعه من ديرت. فايب خلي هذا المكان لانه ما بقدر اسوي به ولا شيء. اوكي، زي كذا
زي كذا، بكسر هذا الخشب كله اللي موجود هنا في هذا المكان، بكسر الباب كمان، بكسر فوق الحين علشان يعني أبين أنه غيرت مكاني، وأنا كمان ما بقى أتذكر، وكمان ما بقى أتذكر لي أيام اللي تعدلت فيها، لأنه علشان أوصل لهذا المستوى، وهذا ترى اللي أنا فيه الحمد لله، وكلها بسبب هذا التري وهذا الغني اللي موجود معانا في هذا المدينة، اللي ببيع له أي شيء وبيعطيني مقابل إله الحمد لله وما شاء الله. فيب بروح هنا لهذا المكان، أوكي بروح أعطي لهذا المحل بشوف إذا يريدون ولا لا. يا رب يريدون يا رب. اوكي بحط لهم هذا كله، بحط هنا وباخذ لي 5 ولا 10، 10 دايموند، ياب اتذكر 10 دايموند الحمد لله. اوكي برمي هذا الباب كمان، برمي هذا الشست وبرجع لبيتي علشان احط لي 20 دايموند كمان اللي عندي، علشان بكرة ان شاء الله بشتري لي دروع ولا شيء تاني علشان اصرف لي على نفسي ان شاء الله. يا رب والله اني كتير تعبان من ايام اللي قضيتها والاسبوع اللي قضيته كله، وانا بجمع لي هذه الاشياء، فحط لي هذا الاكس، حط لي هذا الاكس والبيكاكس والسيف، حط لي هذا كمان، هذا الاكل جنبهم وبس، بفرق الدايموند واخليهم وحدهم، خلي الدايموند هنا في هذا المكان، بحطهم زي كذا زي كذا على هذا الشكل وبس. يلا ولا لا 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 لا، بجمعهم احسن عشان اعرف كم الكمية اللي عندي اياها، وان شاء الله وبس بكسر زي كذا وبخلي لي مفتاح هنا في هذا المكان علشان اجي انام ان شاء الله لما يجي الليل. اوكي بعد ما يجي الليل يمكن، يب الحين بعد ما صليت لي كتير اشياء، يعني الحين لازم اجي انام لي في سريري وبقول بسم الله والحمد لله الذي احيانا بعد ما تنام في الصباح، وبالليل بقول ان شاء الله يعني نفيق يعني بكل سلام وحيوية ان شاء الله، وبدعي ادعيتي واللي هي اقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس كمان، وأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله 3 مرات، وبعدها بنام إن شاء الله.